السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخواتي الأمازيغ، رسالة إلى الأمازيغ في مصر وفي سيوة وفي شمال أفريقيا وفي المغرب، رسالة إلى كل أمازيغ العالم، رسالة هامة جدا إلى كل أمازيغ العالم. عايز أقول لكم اسكاس مباركي، اسكاس مباركي، كل سنة وانتم طيبين. الأمازيغ، 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 اسكاس مباركي، كل سنة وانتم طيبين. الأمازيغ، الأمازيغ يا جماعة، يعني هم ملح الأرض، ملح هذه الأرض الأمازيغ. أنا هقول لكم الكلام اللي قاله ابن خلدون على الأمازيغ، بس أنا هقول نقطة مهمة جدا في الأول. عايز أقول إن الأمازيغ لهم مئات الآلاف من السنين، هذا الشعب العظيم. عايز أقول أصل الأمازيغ، يمكن أنا قلت الكلام ده قبل كده بس أنا هقوله للناس اللي هي ما تعرفش. أصل الأمازيغ، الأمازيغ في عدة روايات، في رواية تقول إن هم أصلهم من اليمن، ودي رواية ضعيفة لأن اليمن أصلهم عرب، من يعرب بن قحطان. وفي رواية تقول لك إن هم أصلهم من أوروبا، وجم من صقلية، وجم من الهند، ودي رواية كانوا قالوا بها أيام الاستعمار عشان يدمجوا الشعوب شمال أفريقيا فين؟ في معاهم فين؟ في الاستعمار، عشان يلاقوا مبرر لنفسهم إن هم يستعمروا شمال أفريقيا. تمام. نقطة التالت حاجة اللي هم أصل الأمازيغ، هو الأقرب إلى الصواب، يعني إن ابن خلدون قال أن الأمازيغ، الأمازيغ هم من مازيغ ابن كنعان ابن حام ابن نوح، إنهم حاميين وهم جم من كان من 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 مازيغ، لذلك سموا الأمازيغ. فالأمازيغ دول اللي هم سكان شمال أفريقيا. أنا رسالتي للأمازيغ بتوع العالم كله والأمازيغ بتوع المغرب، كل سنة وانتم طيبين وسكاس مبارك. أنا عايز أقول، حبيت أدور على حاجة أقولها للأمازيغ في العيد بتاعهم اللي هم بيحتفلوا به في 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 يناير. حبيت أقول لهم حاجة ما لقيتش أروع من كلام ابن خلدون عن الأمازيغ، ما فيش أروع ولا أجمل ولا أبلغ من كلام ابن خلدون عن الأمازيغ. فشوف ابن خلدون بيقول إيه عن الأمازيغ. بيقول لك: وأما تخلقهم بالفضائل الإنسانية وتنافسهم في الخلال الحميدة، ده مين؟ دي الأمازيغ. وما جبلوا عليه من الخلق الكريم، اللي جبلوا عليه، اللي تربوا عليه من الأخلاق الكريمة الحميدة، مرقاة الشرف والرفعة، يعني هو قمة الشرف والرفعة بين الأمم، ومدعاة المدح والثناء من الخلق. هو بقى هيتكلم بقى عن إيه؟ عن خصائص الأمازيغ، عن الحاجات اللي بيتميز بها الأمازيغ. عايزك تشوف معايا أيها الأمازيغي الحر، شوف معايا ابن خلدون قال إيه. من عز الجوار، يعني احترام الجيرة، من عز الجوار وحماية النزيل، أي حد جاي عندهم نزيل عندهم بيستغيث بهم يحموه، ورعي الأذمة، يعني إذا كان حد ذمي مسيحي أو أنت ليك عنده ذمة تلاقيه يعني الصلاة على النبي، والوسائل والوفاء بالقول والعهد، هذه في الأمازيغ، الوفاء بالقول والعهد، والصبر على المكاره، لو فيه يعني شدائد ومش تلاقيهم صبرين صبرين، والثبات في الشدائد، ثابتين، يا جبل ما يهزك ريح، وحسن الملكة، العقل، يعني حسن الملكة يعني العقل، عندهم حسن التدبير وحسن العقل وحسن الملكة النفسية، والإغضاء عن العيوب، يعني مش الأمازيغ مثلا يشوفك فيك عيب كل شوية يقول لك تي 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 يعمل لك الجرس، انت فيك كذا وانت فيك كذا، لا لا لا، تاي خليك، تاي يقول لك والله يعفو عليك، والله يعفو عليك، الله يعفو عليك، صافي. والإغضاء عن العيوب، والتجافي عن الانتقام، يعني إلا انت ليه عندك وعايز مش عارف ايه وفي انتقام وبتاعه، وجات له الفرصه تلاقيه ايه، الله يسامح، مش شعب من الداخل، يعني عايز ينتقم ومحب الانتقام وسفك الدماء، لا. ورحمة المسكين، هذه واضحة، وبر الكبير، وتوقير أهل العلم، الأمازيغ يوقرون أهل العلم، وتوقير الكبير، نلاقي الأمازيغ من اللي تلاقي حد أكبر منه كيمشي كيبوس لإيده كيبوس لرأسه، أسي الحاجة هذا، وحمل الكل وكسب المعدوم، وقري الضيف، يعني إكرام الضيف، الأمازيغ اللي يجوم عندهم ضيف تعطوه الليل،
قرية ضيف والإعانة على النوائب وعلو الهمة وإباية الضيم. إباية الضيم يعني رفض الظلم. الأمازيغ ما يحبوش اللي يتعدى عليهم، ما يحبوش اللي، والتاريخ شاهد على كده. ومشاقة الدول ومقارعة الخطوب، يعني ولا يهم حاجة الخطوب اللي هي النوائب والشدائد والمصائب. وغلاب الملك شوف هيتكلم عن الإسلام، شوف خد بالك هيتكلم عن الإسلام. وبيع النفوس من الله في نصر دين الله، يعني أقوى ودي هنتكلم عليها، ان هم أقوى الناس اللي دافعوا عن الإسلام هم الأمازيغ. فلهم في ذلك آثار نقلها الخلف عن السلف، من خلف لو كانت مسطورة يعني مكتوبة لحفظ منها ما يكون أسوة من شريفها، أن قادتهم أن قادتهم إلى مراق العز. الأمازيغ هذه الأشياء هي اللي قادتهم إلى مراق العز، وأوفت بهم إلى ثنايا الملك، حتى علت الأيدي، حتى علت على الأيدي أيديهم، يعني دايما أيديهم من فوق، ومضت في الخلق بالقبض والبسط أحكامه. هنا الأمازيغ كانوا أقوى من دفع عن الإسلام. طب مين الأمازيغ كانوا الديانة بتاعتهم؟ كانوا زيهم زي أي ناس فيما قبل الميلاد، كانوا وثنيين، وكان عندهم آلهة. الأمازيغ كان عندهم إله اسمه بوسيدون، وكان عندهم إله اسمه أطلس. وبعدين أول ديانة دخلت الأمازيغ دخلت اليهودية، اليهودية دخلوا مع الفينيقيين، فبعض الأمازيغ دخلوا تدينوا باليهودية، وبعدين جت المسيحية، جت مع الرومان فتدينوا بالمسيحية، لحد ما جه الفتح الإسلامي. وحقيقة هم قاوموا الفتح الإسلامي، لكن بعدين لما اقتنعوا، ما أنا قلت قبل كده المغربي أو الأمازيغي يا أخوانا ما تيعجبوش ما تبززش عليه، ما يعملش حاجة ما مش على الجنة دياله. الأمازيغي إلا هو مقتنع يعمل، ما مقتنعش والله لما تكون حتى تجيب له انت ينكس خير، طالما هيقف قدامه ويحاربه ما يخافش منه. فدي كانت الديانات لحد ما جاء الإسلام. الأمازيغ هم الذين حموا بيضة الإسلام. الأمازيغ يا أخوانا هم الذين عبروا مع طارق بن زياد سنة 711 وانتصروا في موقعة لكة، وقتلوا الإزريق، وسمحوا للعرب المسلمين أن يقيموا حضارة في الأندلس لمدة 8 قرون. فشوف الأمازيغ عملوا إيه. الأمازيغ القوة العظمى، ما هو ده ابن خلدون بيقول لك عليهم كده، مش أنا الكلام ده جابه من عند أمي ولا من عند أبوي، أنا هنقول لك كلام اللي قاله العظيم ابن خلدون. الله أكبر، والله أكبر وعزة الله، يقول لك قل لقول صدق يعقوب وأذان، فيعني على ذكر الأمازيغ الله أكبر، فالله أكبر عليهم. فناس أقوياء أشداء يمتازون بالقوة الحقيقية، يمتازون بالصبر، يعني صبارين، يمتازون بالذكاء، يمتازون بالحكمة. وأجمل ما يعجبني في الأمازيغ الذين أعرفهم أنهم متواضعين، مش الناس اللي تيضبوزوا، يحب يضبوز ويحب مش عارف إيه، وتلاقيه مثلا راكب رانج روفر وهو جايبها بالكريدي، وهو تلاقيه لابس الجلابة وعمل هادك البتاعة وماشي في بساطة وبتاعه، ولما تسأل عليه تلاقي في ماله مثلا 9 مليار 10 مليار 15 مليار، ولكنه متواضع، شيء يحبش ان هو ايه وانا عملت وانا مش عارف ايه، لا تلاقي ايه متواضع وما يحبش يبين اللي هو ايه، ان هو يعني انا احسن منك وانا عندي وانا مش عارف ايه، لا الامازيغ ما عندهمش هذه النقطة. ناس متواضعين، ناس محبين للتواضع، ناس محبين للعمل، لما بيشتغلوا يشتغلوا، لما يشتغلوا في التجارة يشتغلوا في التجارة. لذلك تلاقي الناس كلها، تلاقي معظم الامازيغ والسواسة شغالين في التجارة، لان الامازيغ مكسومين في تشلوح، في 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 تشلوح، وفيه امازيغ وفيه روافة. هذا كامل منين؟ ما هو هذا كامل جاي من اصل واحد، يعني هذا الروافة منين جاي؟ ما هي روافة امازيغية، شلوح امازيغية، خدت بالك؟ يعني هي كده، يعني هم كده مجسمين بين كده. فنلاقي مثلا الروافة او الامازيغ الروافة سووا فلك، عملوا فشخوا ميتين ام الاسبان في انوال يا اخوان، عملوا فيهم العمايل اللي محدش في العالم كله عملها، يعني في انوال، يعني 3000 هزموا 15000. شوف قوة الامازيغ وشوف قوة الروافة. فالروافة سواء كانوا روافة سواء كانوا شلوح سواء كانوا سواسة، هدول الناس يا اخواننا ناس المعقول. لذلك تقول لك ايه
احنا ناس المعقول اغراس اغراس دايما دايما هم عندهم يقول لك اغراس اغراس احنا ناس المعقول اغراس اغراس والشهامه والاصول اغراس اغراس اه احنا الذهب السايل امل والارجان والحداجه والشطاره والتجاره في كل مكان. فدي مميزات الامازيغ، دي صفه الامازيغ، ده جمال الامازيغ، دي روعه الامازيغ، ان الامازيغ هم ملح هذه الارض. وما زال اللغه الامازيغيه هي لغه رسميه معترف بها، وما زالت الجدات والللات الامازيغي تلاقيه يتكلم امازيغي ويتكلم الدارجه، بإضافة طبعا إلى اللهجات الأخرى. فأنت أمام مجتمع، وفي العيد بتاعهم طبعا بيحتفلوا بيعملوا هذا معرفتش اسمه الكركوس حاجة زي كده، اللي هو الكسكس مع حبات الشعير بيحط عليه العسل، يعني حاجة 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 روعة كده، ويحط عليه العسل ويحط عليه أمله ويحط عليه حاجات جميلة جدا ويحتفلوا. فأنا حبيت نكون أول واحد نقول لكم إيه، نقول لكم كل سنة وانتم طيبين وسكاسب باركي، ونقول للعالم كله على اني من عشرتي بيكم انتم افضل الناس، حفظكم الله وبارك الله فيكم واسكاسب باركي، وكل سنة وانتم طيبين، ونتمنى لكم ان شاء الله رب العالمين سنة سعيدة امازيغية سعيدة مقبلة. ايها الامازيغ العظماء الضاربون في التاريخ، يا ملح الارض يا ملح الأرض أيها الأمازيغ، حفظكم الله وبارك الله فيكم يا رب العالمين، وكل سنة وانتم طيبين، وإسكاس مباركي عليكم يا رب العالمين، إسكاس مباركي. وهذا ما كان من الأمازيغ اللي هم منتشرين في جميع، وخاصة ده أنا عايز أبعت الأمازيغ اللي على برة، الناس الأمازيغ اللي عايشين على برة، سواء عايشين في أوروبا سواء عايشين في كندا عايشين في أستراليا، إسكاس مباركي، كل سنة وانتم طيبين. النقطة أخيرة، المرأة الأمازيغية، المرأة الأمازيغية، المرأة الأمازيغية هي يعني جميلة الجميلات، رائعة الرائحة، هي تزنكت وهي أيور وهي إتران وهي تفكت، المرأة الأمازيغية، وامرأة نقية وامرأة نظيفة ونظيفة في عقلها، وما زالت محافظة على العادات والتقاليد والتراث والكلمة الطيبة والحكمة والكلام وتربية الأولاد بهذه الطريقة الأمازيغية الجميلة، يعني هم ما زال محافظين على هذا التقليد. فالمرأة الأمازيغية وما زالت بتعمل ديك الحاجات دي، وكانت زمان تعمل كده وبتاع. فتحية من القلب، من قلب الصعيد إلى المرأة الأمازيغية، تحية إلى أمازيغ المغرب، إلى أمازيغ العالم، إلى أمازيغ مصر بتوعنا المنسيين، أمازيغ سيوة اللي هم أمازيغ سيوة وأمازيغ ليبيا وشمال أفريقيا لحد النيجر اللي موجودين في العالم كله. فتحية لكل أمازيغ العالم، وسكاس مباركي، نتمنى ليكوا يا رب العالمين سنة سعيدة، سنة أمازيغية سعيدة مليئة بالخير وبعيدة عن المشكلات وبعيدة، وربنا يشافي المرضى يا رب العالمين، وربنا يرحم اللي ماتوا، وربنا يجعلها يزيح عنا الغمة ويجعلها سنة إن شاء الله رب العالمين سنة سعيدة وسنة طيبة. وسكاس مباركي ومنزكين منزكين ياك تعقدت شوية، سكاس مباركي، كل سنة طيبين أيها الأمازيغ الرائعين، وشكرا لكم على كل شيء، وشكرا لكم على الحاجات الجميلة اللي أنا شفتها منكم وعلى تعاملكم معايا، وشكرا على دعمكم هنا هوياتي، وسكاس مباركي لكل الأمازيغ ولأصدقائي الرائعين أمازيغ المغرب، بنقول لكم سكاس مباركي وإيه وإيه وشكرا.